يعني أحداث ضرب 8 أيام الذي شكل نقطة فاصلة في تاريخ الثورة الجزائرية، وهذا بحضور الأسر الجامعية وعدة شخصيات وطنية. يعني كان أيضا من حضور السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، ويعني عدة متدخلين أساتذة في التاريخ. نحيي ذكرى 67 لإضراب 8 أيام التي بايع فيها الشعب الجزائري الثورة التحريرية على أنه سيبقى معها، سيضحي معها. الثورة التحريرية دائما كانت تبحث أن يكون الشعب حليفها في هذه المعركة المصيرية أمام عدو استعماري صليبي، وطبعا في هذا اليوم أبهر الشعب الجزائري. وهذا التاريخ يعود نفسه اليوم في فلسطين، المجرم الصهيوني اليوم يخرج الرجال شبه عراة، يعني نفس الاستعمار، نفس الاستعمار الاستيطاني، نفس الطريقة الإجرامية، ولكن نقول بإذن الله نفس المصير، لأن المجرم والاحتلال نهايته إلى زوال. نقول للفلسطينيين كما قال وفد زكريا رحمة الله عليه: يا ليت فلسطين تخطو خطانا وتطوي كما طوينا السنين. نحن عندنا يقين أن فلسطين من خلال قراءتنا التاريخية ستطوي الأيام وستحقق استقلالها. الرحيم تحيي جامعة الشهيد زيان عاشور ذكرى 67 لاندلاع الإضراب 8 أيام. الحدث ترتبت عنه أحداث كثيرة، من بينها أنه الاستقلال أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقيق. تم تدويل القضية الجزائرية بفضل الدعم الذي قدمته الدول الإفريقية والأسيوية، وتأكد الفرنسيون أنه إلحاق الهزيمة بالثورة الجزائرية أصبح مستحيلا.